من ليلة من الحياة فهم. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. جدة مساء اليوم الخميس 15 من ديسمبر الجاري حادث مرور بالطريق الجهوية عدد 123. الرابطة بين مدينة قفصة ومعتمدية المظلة تمثل في اصطدام ثلاث سيارات من بينهم سيارة أجرة من نوع الواج وأسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة كما وصفت حالتهم بالمستقرة، حيث تمكنت الحماية المدنية من نقل المصابين إلى المستشفى المحلي بالمظلة والمستشفى الجهوي لحسين بوزيان بقفصة. أشرفت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة صباح اليوم الخميس 15 من ديسمبر الجاري على جلسة عمل خصصت للنظر في تقدم ناسق إنجاز مشروع وحدة تثمين النفايات العضوية ومركب بيوت التبريد بالسوق ذات المصلحة الوطنية للخضر والغلال ببير القصعة، وذلك بحضور المتصرف المفوض للشركة وعدد هام من إطارات الوزارة. أشرف مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية بعد ظهر اليوم الخميس على افتتاح مقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض تونس واحد، وذلك على إثر تهيئته تبعا للحريق الذي كان قد نشب به مؤخرا، وأثنى مالك الزاهي على مجهودات كافة عواني وإطارات الصندوق على سرعة تفاعلهم مع حرصه على استئناف نشاط الصندوق الوطني للتأمين على المرض تونس واحد لمواصلة تقديم الخدمات المزداة في أحسن ظروف لمنخرطيه والاستجابة لحاجياتهم في أفضل الأجل. تم بعد ظهر اليوم الخميس اختتام أشغال اللجنة القطاعية المشتركة التونسية الجزائرية في مجال العمل والعلاقات المهنية المنعقدة بتونس من يوم 13 إلى اليوم 15 من ديسمبر الجاري، وذلك بالتوقيع على محضر اجتماع عن هذه اللجنة من قبل حياة بن اسماعيل رئيس الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية ورابح مخازي مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية. وتضمن محضر الاجتماع جملة من الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال لسنة 23 أو 2000 في مجالات تفقد الشغل والحوار الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية والتكوين والدراسة في البلدين. كما اتفق الجانبان التونسي والجزائري على تحيين اتفاقيتي التوأمة بين المعهد الوطني للصحة والسلامة المهنية والمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية الجزائري وبين المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الجزائرية. نهاية العرض الإخباري الموجز قدمه لكم نصر الدين حميدة، في أمان الله.